يقول: هل الكبر يعد من الكفر؟ الكبر إذا ترك عبادة الله مستكبرين، يصير من المستكبرين الذين تركوا عبادة الله، تركوا طاعة الله استكبارا. فمن لم يمتثل أوامر الله فهو مستكبر. نعم، من لم يطع الله فهو مستكبر، ومن أطاع الله وأطاع غيره في عبادة الله فهو مشرك. والمستكبر والمشرك كلاهما في النار، بئس مثوى المتكبرين. قال الله جل وعلا في النار: بئس مثوى المتكبرين. قال: إنه لا يحب المستكبرين. نعم. فضيلة التكبر عن طاعة الله وعن العبادة هذا كفر. نعم.